كلم ابو وائل. كلم ابو وائل اقول له ايه؟ ما ينفعش خلاص، الست مش قابله اعتذار بنتك، يبقى ما منوش اي فايده ان انا اكلم الراجل. صغرتوني وخليتوا رقبتي زي السمسمه وشكلي وحش. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يسامحك انت وبنتك. انا مش هقدر اشوف بنتي زعلانه واسكت. بقول لك يا وفاء، انت اللي عقدتيها وانت اللي تحليها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك كده، انت قعدت تنفخي في البيت قدام الوقت تنفخي. بقول لك بلاش يا وفاء، بلاش، مش عايزه تسمعي الكلام. متخيل ان الواد ضعيف الشخصيه، ما عرفتيش تفرقي من ضعف الشخصيه والطيبه. ده طيب، ده طلع. طلع ولا نزل؟ مفيش راجل في الدنيا يحتمل ان امه تتهان قدامه. مش معنى ابني قبل عليا كده. يا سلام، وانت حد يقدر يهينك يا وفاء؟ انت حد في حياتك كلها جاره يدوس لك على طرف؟ مش معنى ابني انا اللي يمسك في البنت دي كده. هار اسود وفاء، اتجننت ولا ايه؟ انت عارفه انت بتقول ايه؟ بص وفاء، انا هعلمك حاجه لوجه الله. البني ادم مننا في علاقاته بيحط ليميت، خط احمر، لما اللي قدامه بيتخطاه ساعتها بس بياخد موقف. وين بصراحه بقى، زينه عمرها ما زعلت طارق، ولا عمرها جابت سيرتك بشكل وحش، لا من قدامك ولا من وراكي. بصراحه الناس دي ناس مقصله. انا عرفت دلوقتي انت ليه مرتاح لهم، عشان هم شبهك وشبه اصلك.